كشف عميد بالجيش العراقي عن سر دفن صدام حسين لمقاتلات الجيش العراقي، حيث قال: في نهاية كانون الثاني عام 2003 صدرت أوامر غريبة من القيادة العسكرية العراقية بقيادة صدام حسين، حيث طلب منا إخفاء جميع طائرات الجيش العراقي بدفنها تحت الرمال. ويوضح العميد المهندس العراقي تذمر أغلب الضباط والمهندسين والفنيين من هذا الأمر، وأضاف: قلت في نفسي إذا كانت الأمور قد وصلت إلى هذا الحد فعلى ماذا يراهن صدام حسين؟ وإذا هو لا يريد الحرب فلماذا هذه المهاترات وهذا التحدي للقوى العظمى المتحالفة ضده؟ وفي اليوم التالي لوصول هذا الأمر عقد اجتماع في قيادة طيران الجيش برئاسة قائد طيران الجيش، وكنت أحد الحاضرين، وتم بحث عمليات دفن الطائرات في البساتين والحقول وفي العراء ووسائل تنفيذ الأمر والآليات المستخدمة لتنفيذه مع توفير الحمايات والحراسة. وقلت لقائد طيران الجيش في حينها: هل الأمر الموجه جاء من مصدر قابل للنقاش أم من مصدر غير قابل للنقاش؟ بمعنى أدق أن الأمر الذي يصدر عن صدام حسين غير قابل للنقاش أو الجدل. وأضاف العميد العراقي: قائد طيران الجيش لم يجبني على السؤال، وعندما كررت عليه السؤال أجابني بتذمر وانزعاج، فقال إن القائد العام للقوات المسلحة صدام حسين أمر في اجتماع القيادة العامة أمس قائد القوة البحرية بإغراق جميع القطع البحرية العائدة له، وهذا الأمر ينطبق على جميع الصنوف عدا الدروع والمشاة. وتابع العميد: تم خلال اجتماع طيران الجيش وضع الخطط اللازمة لدفن الطائرات جزئيا، وحفر خنادق في التربة ووضع الطائرات فيها على حسب أبعادها، وتم وضع خطة أخرى تتضمن وضع المتطلبات اللازمة والتوقيتات في حالة الحاجة إلى استخراج الطائرات وإعادتها للخدمة مرة أخرى. وكعميد مهندس لم أقتنع بذلك لعدم إمكانية تنفيذ عملية إعادة الطائرات للخدمة خلال فترة وجيزة، واتفق معي زملائي المهندسون وعدوها متطلبات تعجيزية والتشكيل غير قادر على تنفيذها. وأضاف العميد العراقي أنه بعد أسابيع من تنفيذ خطة دفن الطائرات وإفراغ القواعد الجوية والمطارات نفذت عملية احتلال العراق، وتسبب ذلك في دمار وخراب في مفاصل الحياة المدنية والعسكرية. وكان الألم يعتصرنا نحن العسكريين من الضباط والجنود لحال الآليات والأسلحة التي تركت للنهب والإتلاف، وبعضها تم استخدامه بشكل سيء. وأضاف العميد العراقي: كنا لا نبالي بصدام حسين ونظامه، لكننا كنا نهتم بثروة البلد التي تبددت في حينها، إذ كانت هذه الطائرات ثروة كبيرة في المقاييس المادية، حيث كان للجيش العراقي أكثر من 500 طائرة بما فيها طائرات الحرس الجمهوري، ومعظم هذه الطائرات كانت صالحة للخدمة وبعضها كان عاطلا بسبب نقص قطع الغيار، وأغلب الطائرات كانت أعمارها الزمنية منتهية، إلا أن الصيانة والفحوصات الدورية كانت تمد في أعمارها، إذ كانت جميع طائرات الجيش تؤدي ما عليها من واجبات. وأضاف العميد العراقي: كنت مع عدد من ضباط طيران الجيش نتمنى بأن تتصل بنا جهة حكومية من قبل سلطة الائتلاف لجمع الطائرات إلى مقراتها الحقيقية وإعادة استخدامها في مجالات أخرى، لأنها تمثل ثروة كبيرة لا ينبغي تدميرها أو تركها للصوص والاحتلال. ويؤكد العميد المهندس: في أحد أيام مايو 2003 اتصل بي أحد زملاء الضباط القدامى وطلب منا الحضور إلى مقره لمناقشة عملية جمع الطائرات، وبالفعل تم الاجتماع والاتفاق على تهيئة مفارز فنية لهذا الغرض، وطلبنا من الجانب الأمريكي تأمين الحماية، والأمريكان كانوا يماطلون في الإجاب بسبب عدم اقتناعهم باستعادة الطائرات بحجة أنها قديمة ولا تستحق المجازفة.
وتابع العميد لا أعلم ماذا حصل للطائرات العراقية المدفونة ولموادها الاحتياطية، غير أني سمعت أن أغلبها قد تم تفكيكها أو تقطيعها بشكل عبثي، وتم بيعها كمواد خردة في الأسواق المحلية دون معرفة قيمتها المادية. وقد تكون هناك جهة لها معرفة بهذه الطائرات وموادها قامت ببيع الصالح منها إلى جهات إقليمية أو دولية بواسطة سماسرة متمرسين. وهناك جهات داخلية وخارجية بددوا ثروة العراق الجوية الهائلة عن قصد أو بدون قصد. وكان بالإمكان إعادة بناء القوات الجوية وطيران الجيش وإعادة الطائرات للخدمة، وشراء طائرات جديدة للاستفادة من خبرة المنتسبين الذين لا يمثلون صدام حسين بكل تأكيد. وأضاف العميد أن التفريط بالثروة الجوية هو خيانة للشعب والوطن، ويتحمل مسؤوليته كل من سعى أو ساعد في تخريب الثروة. ولقد احتوت القرى الممتدة من مناطق الطارمية وحتى شمال سامراء على طائرات عسكرية، بعضها مقاتلات من نوع B-17 و19 و21 أو سخوي، إلى جانب طائرات مروحية وسمتية، والتي انتشرت في الأدغال وبين البساتين والحقول الزراعية قرب قاعدة بلد أو ما يسمى سابقا قاعدة البكر. وفي رواية عراقية أخرى تقول إن صدام حسين أمر بدفن طائرات جيش العراق في محاولة منه للمحافظة على ما تبقى منها، لأنه اعتقد أن لن تكون هناك حرب غزو للعراق بل مجرد مناوشات وقصف لإضعاف العراق وقواته المسلحة كما كان يحصل في فترة الحصار الذي استمر 13 عاما في الفترة من 1990 إلى 2003، حيث كان يتم قصف العراق والطائرات العراقية باستمرار، لذلك تم دفن الطائرات على أمل المحافظة عليها وإعادة تدويرها وتشغيلها في حالة إلغاء الحصار والحظر من على العراق. ولكن الذي حصل هو حرب غزو والطائرات لم تكن قادرة على الإقلاع من الأساس، وذلك بسبب عدم توفر قطع غيار لها وانتهاء عمرها بسبب الحصار الجائر. ولد صدام حسين في قرية العوج التي تبعد 23 كيلومتر عن مدينة تكريت شمال غرب بغداد التابعة لمحافظة صلاح الدين. عائلة صدام تمتهن الزراعة، وتوفي والده قبل ولادته بستة أشهر، وبعدها بفترة توفي الأخ الأكبر لصدام وهو في 13 بعد إصابته بالسرطان. كانت قرية العوج التي تبعد 8 كيلومتر جنوب تكريت في شمال وسط العراق عبارة عن بيوت وأكواخ من الطمي يسكنها أناس يعيشون في فقر مدقع، حيث كانوا لا يعرفون المياه الجارية والكهرباء والطرق الممهدة لم تكن معروفة لهم، ونسبة الوفيات بين الأطفال مرتفعة. في سن 11 انتقل صدام إلى العاصمة بغداد، حيث انتقل للعيش مع خاله خير الله تلفاح عام 1947 ميلاديا في قرية شويش بالقرب من تكريت. في عام 1961 وخلال وجوده في القاهرة كان يتردد على نادي الجزيرة حاله كحال اللاجئين السياسيين العرب في تلك الفترة، وكان له لقاءات بجمال عبد الناصر والذي قدم له بعض النصائح في العمل السياسي القومي. انتسب صدام إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 ميلاديا، ولكنه لم يكمل دراسته فقد عاد إلى بغداد في أعقاب الانقلاب ضد عبد الكريم قاسم. علاقة صدام حسين برؤساء وملوك الدول العربية المجاورة كانت تتسم بالشد والجذب من حين لآخر، خاصة مع الدول الخليجية والتي كانت تدعمه أثناء حربه ضد إيران في ثمانينيات القرن الفائت، إلا أن هذه العلاقة بدأ يشوبها التوتر إلى أن وصلت إلى حد القطيعة، خاصة بعد إقدامه على غزو الكويت عام 1990 ميلاديا. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة.